يلا توكل على الله. طيب الحين ان شاء الله راح يكون سورا ام سي اوف تو ما في ماتشات ضد اي جرافيتي والله مليون اسم خذاله ضد تي ان تي نس ضد تون لينش لاندرو فير فير ماكو فير ثانيه حلوه طلع منها لان فلوتي بعد يعني ما تكمل على طول يا ام السنين تكفل التعليق طلق طيب علي ردينا على سيف الجيم ماكو شيء المعتاد اي اوكي كنا حلوه رد بومب مضرب اكستريم شويه بس ليش لا تي ان تي بومب جيم خذ ولا هيكل كفرج سلام حلوه ثبته ما صاد حسافه اوه لا سارة اليوم جاي بقوه كان يبي الظاهر يصير ستيج فايت ما ينفع حلوه باك ثرو تذبح طرف المرحله اقوى باك ثرو باللعبه حاليا تي ان تي يبي يردها اب اير حاليا تي ان تي يبي يردها بسرعة طريقه اهم شيء بس لا تكبر الفرقيه على الصفر للحين ما ورا شيء سلام نطلع عاد ماكو لاندنج ما نخليك بام ثانية شلون بحكرة سلام حلوة كانت حيل كانت حلوة باكرو جميل ياخذ الستوك الثاني ورد مرة ثانية على النيوترال الناس المفروض احس اللي ودي اشوفه اكثر انه يستخدم الفير مالته والداش اتاك اكثر لان هذول هم اللمز اللي يقدر يطوله فيهم نير اوت اوف شيلد حلوه تمسك البومب وتطقه سلام دانس ماش جميله لما كان وراك سلام جابات وصد البومرانج ما خلاه حلوه كان الليترم وايد حلو بس تاخر ما رجع الستيج بسرعه تعادل مره ثانيه على البرسنت بي كي فاير يصيده في بي كي فاير لا اب اير اوه التراب الابدي حلوه قاعد لاحظ ان سورا قاعد يصيد تي ان تي بالوقت اللي يطلع فيه البومبات وهذه نقطه ضعف تون لينك انه لما يطلع البومب هني اكثر وقت هو فيه فولنربل فهو عاده راح تشوفه يقط بومرانج بعدين يحاول شنو؟ بعدين يحاول يطلع البومب هني والبومرانج راجع عشان يحمي البومب ينبط بيده الحين لازم يقطه رد عليه حلوه اب سماش خليه ينزل خلاه ينزل حاليا بالنسبه حقه يبي اب اير كذي حلوه ولا باترو give and take الجيم رايح راد رايح راد بالنسبة حق تي ان تي مو مهم شنو يعطيه من الستيج ولكن المهم انه ما يجيسه بشيء اذا جاء صراحت عليه والبومب اللي قطه صاده فيه كونفيرم حق الباكير سورا ياخذ الجيم الاول صراحة كانت حلوة لعب بصبر هدى اعصابه ودش بالوقت اللي شافه مناسب افضل شيء ممكن تسويه ضد الشخصيات اللي كذي تكون دفاعية روزا تون لينك شيك يعني اغلب الشخصيات هذه تبي ان تكون صبور ما تبي تدش دعوم وتاخذ دمج على الفاضي يلا جيم 2 نرجع مرة ثانية نفس الستيج جم كانسل ثروز حق شباب اللي ما يعني مو عارفين بالضبط شلون جم كانسل ثرو تقدرون تكتبونه في جوجل في يوتيوب سيرش يطلع معاكم تفصيل بس باختصار هو ان انت بدل ما تحذف حذفه الشخصيه العاديه اللي تخدر منها تسوي طمره قبل لا تحذف الطقه وهذا يخليك تكون خدرتك اقل بعد حذفه الايتم فيمديك مثلا تكمل وراه مثل هالطريقه هذه اللي هل كانت بومب حق اب سماش يمديك انه يعني تصيد في بعض الاحيان كذي حلوه صراحة awareness وايد حلو من سورا انه منتبه بالضبط متى يصد ومتى يهجم على تونينج بس بنفس الوقت تي ان تي يعني قاعد ينوع مو قاعد يعطيه فجأة حاليا اشوف انا اكثر شيء كان ناجح حقه انه قاعد يستخدم هال الاب سماشات وايد عشان يغطي اللاندنج ماله لانها اكتب حق مدة طويلة وسريعة تطلع بسرعة الباك ثروات هذول شوية نوعا ما مو حلوين لانه قاعد يخلون الحركة ستيل في حين ان اصلا هي ما راح تذبح يعني يعني مثلا داون ثرو فورورد ثرو يعني راح يكون احسن صراحه وايد والاب اير تاخذ الستوك ما حد ستيلينج ما حد بطيخ ابني الدمج واعتقد والله يعني ممكن الجيم بلان اللي جاي في بال سورا انه يبي يحصله اوف ستيج ويعطيه اج جارد لانه فعليا اوف اون ستيج يعني قاعد ياذيه فبصراحه لعب وايد ذكي من ناحيته هو
ردينا مره ثانيه نفس سيناريو الجيم الاول. صداره عند ثورة وتي ان تي قاعد يحاول يدش. اوه جسمه صغير والله. اعتقد الجسم صغير هذا شويه مأذيه لانه يعني مو قادر يصيد عدل. حلوه. ها اب سماش ما تذبح ريض. حاول يمسكها يمكن باير دوج ما نفع وياه. بي كي فاير. تي ان تي قاعد يحاول يبي هالبومفير اي شيء زير لكن ما دش وراها. ها لو كان صورته ماشي ممكن كان يصيده بس كان خايف لانه ما يبي يزيد الدمج. اذا خذ الستوك الحين. اوه حلوه حلوه من تي ان تي. باك ثرو جميل يرد الستوك لان الحين الفرق مو وايد يقدر يردها. بس مساع لو داش يعني ب يعني ب اجرسيف يعني داش اجرسيف حيل كان ممكن ياخذ دمج اكثر بوايد. شوي شوي قاعد يردها تي ان تي. وهذه الشغله اللي تفرق الصراحه اللاعب القوي من اللاعب المتميز انه ما فيها شيء انك تكون صبور انك تنطر عندك يعني 6 دقائق من الوقت انطر على راحتك خصوصا اذا كان جيم دوري مو نفس يعني الفرند اللي والله انت مثلا تحاتي انه صاحبك يزعل متى اذا تاخرت بالجيم اذا كان بارت هذه اشياء ما تهمني. اوه الريد اللانهائي. ها باك ثرو. ها خليه ينزل بي كي فاير. حلو النير كفر جميل جدا ما خلاه ينزل. ليش تراب وايد حلو من سارة صراحة. الصراحة حكره لعب جبار صراحة. اهنيك سارة جيم وايد 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 حلو. حظا اوفر مثاني حكتي انتي ليه الحين في لوزر براكت.